بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، وحشتوني من زمان ما لم نتقابل سويا. كان كل التقابل بتاعنا والكلام بتاعنا مجرد صوت بس، لكن بنتقابل صوت وصورة النهاردة لأول مرة لأنكم وحشتوني، وهنبدأ نتكلم على أكثر من موضوع. النهاردة هيبقى المناقشة بتاعتنا عبارة عن شرح شابتر 5 بالقصة بتاعتنا The Prisoner of Zinda المقررة على الصف الثالث الثانوي. خلال هذا الشرح النهاردة، في البداية هسمعك النطق الصحيح لهذا الشابتر، وبعد شوية هشرح لك كل باراجراف على حدة، وبعدين هنتعامل مع الأسئلة اللي احنا عايزين نحلها مع بعض. ومش هطول عليكم، بسرعة كده جاهز القصة بتاعتك وجهز أوراقك قدامك ونقول إيه؟ يلا بينا. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهو وصلنا علشان نتكلم على شابتر 5، واللي هو كان في نهاية شابتر 4 كانت زيارة راسندل للأميرة في ليفيا. وطبعا هناك حصل اللقاء بينه وبين مايكل، وكلنا فاكرين الأحداث اللي تمت والشد في الكلام بينه وبين مايكل، وده موجود في شابتر 4 زي ما تكلمنا عليه من قبل. لكن النهاردة بيبدأ عمنا راسندل ينهي لقائه وزيارته مع الأميرة، وهو ماشي بيقول أنا لم أكن آسفا. إن هو هيودع اتنين، هيودع مايكل اللي هو مشي في الأول، وبعدين هيودع الأميرة في ليفيا. هو بيقول أنا، يعني بيعبر عن مشاعره، أنا لم أكن آسفا، يعني أنا ما كنت زعلان إن أنا هودع أخويا وجنوده، لكن كان زعلي وحزني الشديد إن أنا أودع هذه الأميرة ذات الأخلاق الطيبة. وده خلاه يقرر في قرارة نفسه، يا هل يمكن إن أنا أخبرها بالحقيقة؟ هل من الخطأ إن أنا أمثل دور الملك؟ أنا مش عارف. لكن هو في حالة الصراع النفسي. بتبدأ رأى عمتنا دي في ليفيا بتقول له يا رودولف خلي بالك. فالأميرة فقال لها أخلي بالي من إيه؟ Be careful of what I ask it. I can't say but think what your life means to the people of Britannia. She said. قالت له ما أعرفش أقول لك بالضبط، لكن أعرف أهمية حياتك بالنسبة لشعب بريتانيا. وهو وماشي عمنا راسندل اللي في قدامنا ده بيقول أنا بدأت أتذكر حوار تم من فترة بيني وبين زوجة أخي روز. ده كان في شابتر 1 لما كانت بتعمل يعني كومبارزون، مقارنة between him and his brother روبرت. كان بتقول له دايما إن أخيك يدرك أن مكانته في المجتمع تحتم عليه بعض المسؤوليات. فبيقول أنا الآن مكانتي كملك في المجتمع تحتم علي مسؤوليات، بالرغم ان انا كان طول عمري يعني افضل الكوايت لايف في الحياه الهاديه، لكن فجاه ريلايزد هاو ماني ريسبونسبيلتيز اي ناو هاد هير ان روتانيا. يعني بيقول الان ادركت ان انا بقيت علي مسؤوليات. هاو اون ايرث، يا الهي كيف وضعت نفسي في هذا الموقف الغريب. وعلى مدار هذه الاسابيع يحكي راسندل ويقول لقد كنت سعيدا ان اقول لكم أنه لم يلاحظ أحد أنني لست الملك الحقيقي لهذه البلاد. إيه السبب؟ إيه السبب إن خلى الناس قال أهو because I look so like the king، أنا أشبه الملك تماما. It was much easier for me to pretend to be him than to pretend to me by never at home. يعني خلاص أنا بقيت ممتاز وسهل علي إني أمثل دور هذا الملك. على سبيل المثال انا تعلمت ازاي how a country is run، كيف يدار البلد، لكن من حين الى اخر كنت اسقط في بعض المستيكس، I made mistakes، اخطاء sometimes، واحيانا كانت اخطاء فادحة. لكن كيف كان يتخلص وكيف كان justify، يبرر راسندل هذه الاخطاء لمن حوله؟ كان بيقول انا كانت الناس
انا كنت شاطر جدا ممتاز good at pretending I had forget the rules. اول ما حد يقول لي والله معلش يعني انا بنسى القواعد يعني بنسى البروتوكول بتاع الملوك بنسى هذه القواعد اللي انتوا بتمشوا عليها. فكمان حاجة تانية افادته انه هو اصبحت عنده growing popularity with the people of Mauritania يعني اصبحت شعبيته متزايدة. ده كانت بيساعده ان الناس forgive تغفر له my occasional bad decisions قراراته الخاطئة اللي كان يتخذها من حين إلى آخر. في يوم من الأيام يظهر عندنا البطل بتاعنا سابت كولونيل سابت ده هذا الكولونيل بيقول سابت جاء في يوم من الأيام into my room وداخل وشايل في إيده a letter for me he said. هنا عمنا بيقول from the writing I think it's from a woman يعني بيقول من الكتابة والخط ده عرفت انه ده خط نسائي. فهو هنا I have some important news وانا معايا بعض الاخبار لك يا جلالة الملك. ده اللي بالكلام ده بيقوله سابت. What is it؟ راسندل بيقوله طب ايه ده؟ ايه الاخبار اللي معاك؟ قال له we now know that the king at the castle of Zenda he said. قال الخبر الاولاني عرفنا ان الملك موجود في قلعة زندا. طب انت عرفت ازاي؟ كيف عرفوا وتأكدوا ان الملك موجود في قلعة زندة؟ قال له ادي السبب اهو we asked where the rest of the six men were and found out that they are all there at the castle. قال احنا عارفين دايما انه رجال مايكل الستة المخلصين دايما بيكونوا مع بعض لكن لاحظنا انه في ثلاثة بس اللي بيمشوا مع مايكل وثلاثة مقيمين باستمرار داخل القلعة. احنا عارفين ان هم ستة ثلاثة فورينر وثلاثة من ابناء البلد روتانيانز اللي هم دول لينغرام كارفستين اند يانج روبرت هانزو. دول اللي هم اخطر ثلاثة من رجال مايكل ولذلك بيسموهم the three biggest criminals in روتانيا. فقال مدام دول موجودين في القلعة إذن في شخصية مهمة هم بيحرسوها فتأكدنا إنه الملك هو اللي موجود هناك. فهنا بدأ يسأل راسندل بيسأل سابت هل تعتقد إن الملك فعلا بالتأكيد definitely there I ask it almost certain بالتقريبا يعني ليه the three men are always at the castle السبب ان الرجال الثلاثة موجودين دايما في القلعة. ايه السبب الثاني؟ and the people say the drawbridge اللي هو الكوبري المتحرك الذي الطريق الوحيد اللي بيوصل القلعة is nearly always kept up دائما الكوبري مرفوع مفيش حد يخش ولا حد يطلع وهذا الكلام is not normal no one goes into the building without the permissions of Robert permission of Robert or Michael وما فيش حد يعني الكوبري ده ما ينزلش ولا حد يخش ولا حد يطلع إلا بأمر شخصي ومباشر من روبرت أو مايكل. هنا عمنا راسندل أخذ الحماس وقال زين I must go to زند أنا لازم أروح زند. فطبعا رد عليه سابت that wouldn't be a good idea الكلام ده دي فكرة غير جيدة. فهنا طبعا راسندل تنرفز if not today then soon I must go there لازم أروح لازم أروح. You'll probably stay there forever if you do. قال لو أنت رحت حضرتك القلعة يا راسندل مش هتطلع منها تاني. I was silent. سكت شوية راسندل. And I could see that Sabt was studying my face. Sabt مستني ردي. What's worrying you? Worrying you? راسندل. He asked. إيه اللي بيخلقك يا راسندل? Tell me Sabt. الحاجة اللي بتخلقني يا سابت هقول لك عليها. عايز اسألك سؤال يا سابت. ايه؟ ليه انا كل ما اروح اي مكان wherever I go in the capital I am followed by six people. كل ما اروح مكان الاقي ست رجال ماشيين ورايا. قال له السبب يا راسندل ان انا امرتهم يمشوا وراك لحمايتك. ليه؟ قال له على اساس انه مايكل ورجاله ينتظرون الفرصة. اي فرصة هيلاقوها هيخلصوا عليك. طبعا it would be very careful for Michael if you disappeared لانه طبعا useful for Michael لانه مفيد بالنسبة لمايكل لو انت حضرتك اختفيت and if you disappear the game's over طبعا اللعبة هتنتهي لو حضرتك يعني ايه اللعبة هتنتهي يعني معناها ان حضرتك هتموت اذا في اللحظة دي مايكل will take the crown هياخد التاج
وفي اللحظة دي هموت أنا ويموت فريدز وكل اللي عملناه انتهى ويموت الملك الحقيقي. فقال له بس يا راس يا سابت أنا مش محتاج هذه المساعدة منكم. I protested، اعترض على ذلك. I can't look after myself، أنا ممكن أخلي بالي من نفسي وأنا صغير. These out in person and Richard and Estrelso، قالوا الثلاث رجال بتوع مايكل التانيين موجودين في العاصمة. And any one of them could catch you easily، وأي واحد منهم يقدر يمسكك بسهولة. He said as if I were a child، قالوا يعني إيه يعني أنا طفل صغير. So what's that a letter، إحنا لما دخل سابت على راسندل كان معه حاجتين، معه letter ومعه الأخبار، إداله الأخبار اللي هو بيحكي له عن الملك موجود فين، وآد الليتر يا ترى نعرف إيه اللي موجود داخل الليتر اللي إحنا قلنا عليه ده مكتوب بخط نسائي. Pointing at the one he had given me، I opened it and read it aloud، فتحه بدأ يقرأ بصوت عالي إيه اللي مكتوب أهو حددناه باللون المختلف. If the king wants to know something important please do what I ask. At the end of the new avenue the ballot there is a house in a large garden. قالت طبعا كتبة هذه السيدة لو الملك بتاعكم عايز يعرف حاجة مهمة يسمع الكلام وينفذ كل اللي انا هقوله لحضراتكم في هذا الخطاب. في نهاية بلدة نيو افنيو هناك منزل صيفي. In a large garden، حواليه حديقة كبيرة جدا. There is a wall around the garden with a gate at the back، في سور حوالين هذه الحديقة وفي الخلف في باب. في at midnight tonight، النهاردة بالليل، go through the gate، روحوا عند البوابة. Where you will see a statue of a horse، هتلاقي هنا ايه طبعا بسمع ناس بيقول statue، طبعا statue اللي هو تمثال الحصان. Turn right and walk 20 meters، اللي طبعا ادي الدايركشن اللي هي الوصف اتجاهات بتقول له عليها، يعني لف يمين وامشي 20 متر كده. You will find 6 steps، هتلاقي 6 سلالم. Up to the summer house، وتخش الى داخل هذا البيت. Go into this summer house and someone will tell you something very important about your life، في واحد مستنيك هناك هيقول لك حاجة مهمة بخصوص حياتك، يعني مسألة حياة او موت. But الشرط الأساسي must be alone، تجيني لوحدك. If you don't come، لو أنت ما جيتش وكبرت دماغك، your life will be in danger، حياتك هتكون في خطر. I'm a loyal friend to you، أنا شخص مخلص. Don't show this letter to anyone، لا تظهر هذا الخطاب لأي أحد. Or it will put a woman، الست اللي كتبت لك الخطاب ده هتخليها in a danger، in a great danger، مايكل will punish me، هتبقى حياتي في خطر لان مايكل هيعاقبني. وادي راسندل وادي السيدة اللي هنعرف اسمها بعد شوية اللي بعتت له الخطاب. هنا هيبدأ العملية عملية حوار بين سابت وبين راسندل، ويبدأ الشك والقلق. يعني اي واحد من حضراتكم هيسمع هيقول ما ممكن ده يكون تراب، يعني يكون كمين معمول لراسندل. Yes and Michael can also write a very good letter، said سابت. سابت قال له ما ايه خلينا احنا نبقى متأكدين ان كاتب الخطاب هذه السيدة ما ممكن يكون مايكل. I thought the same، بيقولوا انا فكرت نفس الفكرة ان ممكن مايكل عامل العملة السودة دي. Surely Michael had written this letter to trap me، عمل عشان تراب اللي هو كمين يحتجزني. I was about to throw the letter، about كلمة was about to دي معناها على وشك، throw the letter in the pen، خلاص مسك الخطاب وطبق الخطاب وهيرميه في سلة المهملات. لكن when I saw that there was more writing on the other side، في ظهر الخطاب لاحظ ان في كلام تاني مكتوب. الكلام اللي مكتوب if you don't believe me ask Colonel Sapt، لو حضرتك مش مصدقني اسأل سابت. سابت لما سمع اسمه قال وات انا مين دي. So I read on، قالت له اللي مكتوب ask him، اسأل سابت ده what woman has been a guest of the duke، ask if her name begins with letter A. قالت له طبعا، قالت له اسألوا عن الست اللي نازلة ضيفة على مايكل واسمها بيبدأ بحرف الـ A.
هنا في اللحظة دي مين اللي رد؟ ده مش سابت اللي رد، ده رد راسند بصوت عالي وقال It must be Antoinette de Mauban. هذه السيدة اللي احنا قابلناها لو لاحظتوا حضراتكم في شابتر 1 و 2. How do you know؟ سابت قال له انت عرفتها من فين الست دي؟ And I told him all I knew about the woman. وحكيت له الحكاية ازاي تعرفت على هذه السيدة. هنا بيبدأ سابت بيقول له أنا سمعت أنا I have heard that she came to Britannia with her servant. يعني سمعت إن هي جات كضيفة مع الخدم بتوعها لأنه مايكل دعاها لحضور الكورونيشن. لكن people say she had a great argument with Michael. الناس بيقولوا إن هي كان بينها وبين مايكل مجادلة ومشادة كلامية قوية على أثر هذه المكالمة، حتى الآن لا يعرف أحدا أين هي وأين مكانها. She is staying somewhere in Strelso. So she could be useful to us. I suggested. قال له إذن مدام هي يعني علاقتها كده مع مايكل ما ممكن تكون مفيدة بالنسبة لنا. Perhaps she would be useful if she had information about Michael. ممكن تكون مفيدة لو عندها معلومات عن مايكل. I believe that Michael wrote that letter. Said Sapt. قال له أنا لا أزال متأكد إن اللي عمل هذا الكلام واللي كتب الخطاب ده مايكل. طيب صودو وليكن. But I am not certain. I said I will go to the house tonight. أنا رايح الليلة دي. No. لا يجب عليك. Said Sapt. Let me go instead. طب خليك أنت جلالة الملك أروح أنا بدلا منك. You can come too, but قال له خلاص تعال انت معي. But you must wait outside the gate when I go in alone. انا هخش لوحدي واستنى يا سابت انت على البوابة. ولا يزال سابت I don't believe this woman and you are mad to go. انا لا اصدق هذه السيدة وانت شخص مجنون انك تروح. لكن راسنديل قال له I believe this woman and I will go. انا رايح. Either I go to the house. بدأ بقى عمنا راسنديل يستخدم دور الملك وتنرفز. يا إما هروح النهاردة or I go back to England. هرجع بلدنا وخليكم منفذوا اللي انتوا عايزين. We don't have much time. أنا ما عنديش وقت تاني. Every day we leave the king imprisoned there more danger. كل يوم الملك محبوس فيه هو في خطر. We must move quickly. لازم نتحرك بسرعة. Sapt was beginning to know. أدرك سابت في هذه اللحظة أنه لابد أن يعرف متى يوافق ومتى يرفض، متى يقول لي ماذا أفعل وما لا أفعل. So recutangle يعني على مضض يعني غصب عنه وافق أن يذهب معي. At half past 11 11 ونص بالليل we got on our horses. كل واحد طبعا خدوا الخيول بتاعتهم. And soon arrived outside the gate of the house carrying our guns. وصلنا البوابة وكل واحد فينا بيحمل سلاحه والدنيا dark tonight. وقال له هنا I will wait you. هستناك هنا يا راسندل outside the gate. Good luck. أتمنى لك حظ طيب. I opened the gate and found myself in a leafy garden. دخلت لقيت حديقة مورقة يعني أغصانها متشابكة. أغصان متشابكة بحيث أنه يبدأ الكاتب بيقول لك يعني أن الأرض كلها مظلمة. I saw the statue of the horse. شفت تمثال الحصان. And walked across the garden with the gun in my hand. حاملا المسدس في إيدي. I followed the direction. مشيت وراء التعليمات والاتجاهات اللي هي رسمتها لي في الورقة في الليتر. وبالرغم من الجو كان مظلم لكن وصلت إلى السمر هاوس. لما دخلت إلى الداخل سمعت صوت هادي صوت نسائي بالراحة بيقول لي شط صدور اقفل الباب. whispered يعني تهمس في صوت همس. I did فعلت. وطبعا بدأت يعني أتجول في الحجرة which was lit by a small candle. يعني الضوء الوحيد اللي موجود داخلها هو small candle يعني شمعة صغيرة. It was almost empty يعني كانت عبارة عن هذه الحجرة فارغة ما فيش فيها غير small iron table and two chairs وكرسيين. خلي بالكوا الترابيزة الحديدية دي هيقبلها الآن موقعها. In soft light في هذا الضوء الهادي الرومانسي
see Antoinette de Mauban, شاف Antoinette de Mauban and her servant اللي هم بيسموهم الوصفات قاعدين وراها. We have little time. بس قالت له ما تردش كتير, الوقت معانا يا دوبك كلمتين وعايزين نخلص. ايه في listen, I know who you are, انا عارفه انك انت مين, انت مش الملك وانا عارفه انك انت راسندل وكل الحكايه مش عايزين. والليتر اللي انا كتبته لك ده بناء على اوامر من مايكل نفسه في خلال تلت ساعة 20 دقيقة في 3 رجال جايين حضرتك هنا عشان يقتلوك ويخلصوا عليك. قال لها ايه يعني, ما انا ممكن انا اللي خلص عليهم. قال لها انا عارف ان التلاتة دول اكيد هيبقوا رجال مايكل, يعني 3 من 6. قالت له ايوه, بس لابد ان تغادر هذا المكان قبل ان يصلوا. اسمعني الخطة ذا بلان. هنا هتبدأ تحكي له ازاي ان هم خططوا ان هم يقتلوه. كيليو takes your body into the old town, وياخدوا جثتك ويرموها في منطقة الفقراء, لأنه معروف أن منطقة الفقراء دي المنطقة المؤيدة كلها لمايكل وبيكرهوا الملك, وطبعا هيقتلوك فهيعرفوا أن القتل جاء من هناك وبريء مايكل من هذا الكلام. في اللحظة دي طبعا عمنا مايكل أول ما يلاقي الجثة دي طبعا هيقول أنت راسن ده, هيقول ده أخويا الملك قتله, واللي قتله مسؤول عنه سابت وفريدز. أخلص كمان على سابت وفريدز اللي هم يعرفون الحقيقة ويتهمهم بقتلك, وبالشكل ده يبدأ كمان يبعث مرسال رسول يلف في البلاد يذهب إلى زندة بسرعة مباشرة ويخلص على الملك الحقيقي. وفي اللحظة دي تموت أنت, يموت سابت, يموت فريدز, يموت الملك, ولا يبقى إلا مايكل فقط لا غير الذي سوف become the king. Do you understand؟ فهمت يا راسندل الخطة موضوعة إزاي؟ لا I understand, it's a clever plan, but why are you helping me؟ وده السؤال أكيد بيتراوق يعني بيتحرك في رؤوسنا كلنا, طب بيساعدوا ليه؟ هي قال السبب, أنا سبب غير مقتنع به حقيقة. هي بس طبعا ده هو اللي هنكتبه, I don't like to see people being killed. ادي قال يعني بتقول له والله انا ما بحبش الناس تقتل, انا كل همي ان انا ما بحبش الناس تموت, بس ده هي السبب اللي بتقول عليه. Now go, but remember you are never safe in the city. افتكر اتكل على الله وامشي, لكن احط في دماغك انك دايما دايما حياتك في خطر. قالت له عشان اعرفك ان حياتك في خطر, you have guards following you, احنا عارفين ان في حرس بيحرسوك مش كده. مايكل مين ار فولوينج زيم, وراهم رجال مايكل مستنينهم يغفلوا عنك لحظة يخلصوا عليك. if you are alone then you will be die, you will die. now go quietly this way past the summer house, اطلع. وطبعا ما تطلعش من البوابة لان هم هيكونوا هيقابلوك من البوابة, ما اعمل ايه اطلع ازاي؟ قالت له على بعد 100 meters 100 متر you will find a ladder. طبعا هنا ايه ladder, هتلاقي سلم الخشبي ده against the wall, انا حاطه لك على الحيطة. climb it and run as fast you are as you can, وبسرعة شديدة جدا تسلق هذا السلم. and you will and what will you do, وانت هتعمل ايه؟ قالت له I also have a game, انا هكمل اللعبة to play. لما يجوا رجال مايكل هقول لهم ان حضرتك ما جيتش خالص, ولو الملك او لو الديوك مايكل ده لم يكتشف ما فعلته we may meet again, واذا اكتشف يبقى شوفها نصيب ويبقى هموت قبل الملك. شكرا, you have helped the king tonight, انت ساعدت الملك سواء الملك الحقيقي او الملك المزيف, ساعدت الاثنين. But before I go, tell me something. برضو راسندل رطاط يعني مش يخلص ويمشي. قال لها طيب عايز مني كمان كلمتين تاني. Do you know where he is in the castle? تفتكري الملك موجود فين في القلعة؟ قالت له yes I do know. Inside the castle there is a door on the right and behind that قالت في باب وعلى اليمين. اسمع مش هنلحق نكمل كلامنا, اسمع اتأخر الوقت علينا, لازم تهرب, وصل رجال مايكل. بيقول انا بصيت من خلال ثقب كده في الباب في السمر هاوس وشاف 3 رجال يقفون في الخارج, وسمعت احد الاصوات which spoke in English يتحدث باللغة الانجليزية. احنا عارفينه من الترم الاول الشخص الانجليزي من رجال مايكل اللي هو ديتشارد, وقال له are you in there Mr. Rassendil, وصلت يا مستر راسندل؟ ما ردتش عليه.
We want to make you an offer. أنا جايب لحضرتك عرض كويس. Will you let us in? ممكن تسمح لنا ندخل؟ Don't trust them. هي أنطوانيت من ورا بتقول أوعى أوعى تثق فيهم أوعى تثق فيهم. فطبعا عمنا راسنديل قال له stand outside and talk. استنى خليك برا وكلمني انت وبرا. I won't let you in. لن أسمح لك بالدخول. فطبعا that's a good idea, said the voice. Who I thought must be Ditchard. قال عرفت ان ده صوت ديتشارد. قال له انت مستر ديتشارد؟ قال له our names are not important يا راسنديل. الاسامي مش مهمة. We can offer you a safe journey. ادي العرض يا سنة تالتة اللي عرضوه ده العرض الاول عشان في عرض تاني هنشوفه في الشابتر اللي جاي. احنا بنعرض عليك رحلة امنة to the border الى الحدود. وكمان مش هنمشيك فاضي هندي لك عبارة عن 50,000 يعني 50,000 جنيه انجليزي. قال له طبعا جينرس اوفر ده عرض سخي جدا لكن لن اثق فيكم على الاطلاق. طبعا give me a minute to think. ادوني فرصة افكر. وقال انطوانيت دموبان والخدم بتوعها اللي هم ارجعوا ورا خالص خليكم بعيد خالص بعيد عن الباب. فانطوانيت بتقول له بتعمل ايه؟ قال لها هتشوفي. راح رفع المنضدة الحديدية الترابيزة من رجليه وعملها زي الدرع. عارفين الدرع لما بيكون في الحرب عامل درع عشان تتلقى بيه أي سهام أو سيوف أو رصاص. وطبعا in front of him وقال gentlemen I'd like to accept your kind offer. Perhaps you can open the door for me. افتحوا الباب طيب عشان أقبل عرضكم. قال له ما تفتح الباب بنفسك يعني أنت صغير. طبعا قال له لكن الباب ما بيتفتحش من ناحيتي انا, ده الباب بيفتح خارجيا زي ما انتم شايفين كده. الباب بيفتح خارجيا واهو شايل الترابيزة زي ما انا قلت لحضراتكم كأنها درع. طبعا قال له طبعا you will need to step back or the door will hit you. قال له ارجعوا طب ورا شوية انا هزق الباب عليكم على اساس ما يخبطكمش. حاولت يعني بدأ يتظاهر كأنه بيفتح الباب وفجأة يا حضرات طبعا هنا ايه فتح الباب ودخل عليهم بسرعة شديدة جدا بقوة يعني رجع عارفين زي الواحد اللي بيشوت البينالتي في الكرة. فرجع ورا 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 راسنديل وراح طالع مباشرة بسرعة شديدة ودفع الباب بقوة. الباب ده طبعا هم واقفين ورا الباب فلما دفعوا سقط الرجال الثلاثة على الأرض وبدأوا يطلقوا النار عليه. على مين؟ على راسنديل. فكان راسنديل بيتلقى هذا الرصاص بـ the table top يعني بالترابيزة. طبعا كلهم سقطوا وهو سقط عليهم وعلشان هو في أعلى يعني فوقيهم جرى بسرعة وبدأ يطلق النار وهو بيجري مباشرة حتى طلقات رصاصه أصابت واحد منهم اللي هو ديتشارد وتحرك بسرعة شديدة جدا. عشان نلخص هذا الكلام وجرى مباشرة ناحية اللادر السلم اللي قالت له عليه أنطوانيت دي موبان وتسلق السلم وعدى من الناحية الأخرى بسرعة شديدة. لقي سابت طبعا سمع صوت النار وبدأ سابت كمان يطلق نار في الهواء. فبدأ راسنديل يقول له لا خلي بالك يا سابت أنا اللي جاي تعالى. يا إيه في أنت كويس أنت بخير؟ قال له أيوة أنا بخير تعالى أنا تمام هحكي لك حكاية الترابيزة واللي حصل معنا. ركبوا خيولهم وعادوا مباشرة إلى القصر. في اليوم التالي دخل سابت على راسنديل ومعاه التقرير اليومي من تشيف أوف ذا بوليس اللي احنا بنسميه وزير الداخلية عندنا هنا. قال له وزير الداخلية جاء ادانا بعض الأنباء بيقول انه اللي حصل انه التقرير البوليس اللي وصل عليه بيقولوا مباشرة رأينا مايكل يجري مسرعا ويترك العاصمة ومعاه رجاله خلفه رجاله الثلاثة وأحدهم اللي هو ديتشارد هاد أباندج يعني ضمادة around his arm. ده نتيجة للرصاصة اللي ضربها له عمنا راسنديل. وهنا راسنديل قال له أنا مبسوط إن الرصاصة بتاعتي جات في أخينا ده. لكن قال له الخبر الثاني يا راسنديل أنا عايز أقول لحضرتك إيه الناس في المدينة زعلانين منك خالص. ليه؟ قالوا لأنك حتى الآن لم تعلن ميعاد زواجك بالأميرة والناس بيقولوا لو أنت مش عايز تتزوج الأميرة سيبها يا أخي المايكل يتزوجها.
فقال له طب ونعمل ايه؟ قال له ولا حاجة، انت النهاردة هتعلن الخطوبة بتاعتك في البول وهي الحفلة الراقصة النهاردة. قال له حفلة ايه؟ انا ما عملتش حفلات. قال له لا احنا جهزنا كل حاجة النهاردة، جهزت وحضرتك هتتقابل مع الاميرة الليلة. طبعا قال له النهاردة تطلب من الاميرة الزواج. قال له انا ما اقدرش اعمل كده، ده هيبقى ظلم بالنسبة لها. قال له ده من اجل هذه البلد. وهنا ده في الحفل الراقص، وهنعرف المشهد ده بيدل على ايه، انه كان هيعمل ايه راسندل على اخر لحظة واوقفه سات. بيقول الحفلة كانت was great success، كانت ناجحة. After we had eaten, I sat with the princes and some of my other guests in a small room by the palace garden. قعدنا بعد الحفلة يعني في الحديقة، الخدام طبعا بدأوا يحضروا لنا للقهوة وبدأنا نتحدث. وبعدين هنا لما بدأ عمنا يتحدث معها، اقتربت منه الأميرة وبتقول له يعني أنت أصبحت ملك يدوبك لك أسابيع قليلة، ومع ذلك أشعر أنك أديت الوظيفة بطريقة جيدة وأنا مبسوطة من أجلك. لكن هنا عمنا راسندل أخذته الجلالة ونسي أنه هو الملك وبدأ يتحدث كأنه راسندل. فبيقول لها عارفة يا أميرة، في يوم من الأيام في شخص قال لي يعني إنه position in society، إن المكانة أي بني آدم له مكانة اجتماعية عليه مسؤوليات. أدركت هذا الأمر مؤخرا. فهنا استغربت الأميرة بتقول إيه، haven't you thought that، haven't you always thought that، وأنت مش طول عمرك عارف نفسك أنك تبقى ملك؟ قال لها no، when I was younger I didn't think I need to worry about society. قال لا، أنا لما كنت صغير ما كنتش يعني شايل هم المجتمع، أنا كنت دايما بعتقد إن دي وظيفة شخص آخر. فالأميرة استغربت، اندهشت، surprised. But you always know that you would become king، أنت طول عمرك عارف إن أنت هتقبل ملك. How could you think that was someone else's job؟ إزاي تقول دي وظيفة حد تاني؟ فهنا بدأ يلوم نفسه سابت ويقول إيه راسندل، ويقول إيه أخطأت مرة تانية. لكن فجأة بدلا من أقول لها حاجة عشان أغطي غلطتي، بدأت أقول الأميرة قررت إن أنا قررت إن أنا أخبر الأميرة بالحقيقة. ليه؟ لما يعني جلس معاها ولقي هذا الوجه البريء ولقيها في حالة من البراءة والجمال والطيبة، يعني إيه صعبت عليه، فقرر ان هو يقول لها الحقيقة. طب وبعدين اعمل ايه اعمل ايه؟ خلاص قرر على وشك يعني يقول لها هذه الحقيقة، وقال لها انا حاجة عايز اقولها لك، بس لسه قال لها يقول لها I am not really، انا لست، عايز اقول انا لست الملك الحقيقي، انا مش ابن عمك. فجأة قبل ما يخلص كلماته wanted وقف هذه الكلمات، يعني we heard footsteps، يعني خطوات بسرعة في الحديقة outside the room، وبلاقي واحد نط قدامه ونط عمنا راسندل. ايه فيه؟ فجأة ظهر في النافذة الفرنسية الزجاجية، ادرك ان في شخص باصص عليه، مين ده اللي بيتصنط ومستنيه، يعني عامل زي الفيلم بتاع الايه الامبراطور بتاع طويل العمر طول عمره هاي. طبعا كان فؤاد المهندس موجود جنب فريد شوقي بحيث انه يخطأ من اي خطأ يعني يلحقوا منه، ساب تنط بسرعة وعشان يبرر موقفه، معذرة يا جلالة الملك في شخص عايز يشوفك تعال معايا، واخده ومنعه ان هو يقول الحقيقة. لكن كانت عيونه طبعا eyes that was angry، غاضبة. How long had been listening to my conversation، يا ترى هو سمع كل اللي انا قلته للأميرة؟ Had he heard that I was about to tell her the truth، سمع ان انا فعلا كنت اقول لها الحقيقة؟ Who really was. We returned to the pool where the princess went quickly، الأميرة مشت والخدم بتوعها مشوا، وانا رحت أتقابل مع ناس مهمين علشان يهنئوني ويتكلموا معايا. طبعا يعني بيقول أن اللعبة بتاعتي مشت يعني في إلى مرحلة زمنية لا يمكن أن أتراجع فيها. لو أنا قلت لحد أن أنا مش الملك I was mad، هيقولوا علي مجنون. طبعا بيقول سابت أوقفني ومنعني
من أن أقول الحقيقة. وطبعا وخطة سابت حتى الآن تعمل بطريقة جيدة. في الصباح التالي جلس سابت معايا، نعمل إيه، ماذا نفعل في الأيام القادمة؟ قال له خلي بالك، everyone thinks I am the king. مين اللي بيقول العبارة دي؟ راسندل. أقول له عارف يا ساب، أنا يعني الناس كلها دلوقتي عارفة إن أنا الملك، حتى الأميرة. ده من يعني من جانب الفكاهة أو المزاح. أنا ممكن أنا أرتب إن أنا أخلص على الملك، أخلص على الديوك وأخلص على الملك، تمام، وأفضل أنا وأفضل الملك الحقيقي بقية عمري. قال له سابت الكلام ده صح؟ بتكلم جد؟ will you do such a thing؟ ممكن تعمل كده؟ قال له لا يا راجل، of course not، أنا مش ممكن أعمل الكلام ده، pretending to be insane. طبعا هنا it isn't fair for the people of Britannia، ده ظلم للبلد وظلم للأميرة، لكن لن نستطيع أن ننتظر أكثر من ذلك، لابد إن أنا أروح زندة and rescue the king، وأنقذ الملك. فسابت قال له يا لك من رجل طيب يا راسندل، لكن قال له قبل أن أتحرك لابد إن أنا أقوم بزيارة أخرى، أقوم بزيارة أخرى لمين؟ للأميرة في ليبيا. راح لها، أول ما وصل هناك عندها طبعا المقابلة بتاعتها مقابلة جميلة جدا، وهو بيحب يتعامل معها. طبعا لن أستطيع إن أنا يعني أقول لها الحقيقة، لكن بيقول I could at least warn her that the situation in Britannia was not as good as she believed it to be. قال إذا كنت لن أستطيع أن أخبرها بالحقيقة، لابد إن أنا أطلعها على موقف البلاد وأن خطورة الموقف اللي احنا موجودين فيه. زرتها في القصر، asked her servants to bring me some coffee. Then she told me that she had، يعني هي طلبت من الخدم بتوعها هاتوا بعض القهوة. وبعد طبعا هنا ايه، قالت له أنا عندي أخبار عايز أقولها. ايه؟ قالت له أنا وصلني خطابين، واحد من مايكل اللي بيدعوني لزيارة زندة، يعني عمنا مايكل عايز يدعو في ليفيا لزندة عشان يدخلها عنده القصر بتاعه ويحبسها عشان يمنع راسندل من الزواج منها. وقالت له كمان في خطاب تاني بس أنا مش عارف ده من مين. فأول ما بص على الخط عمنا راسندل قال له أنا عارف هو من مين، لأنه نفس الخطاب اللي وصلني، إنه الخطاب الثاني أرسلته إليك السيدة أنطوانيت دي موبان. الخطاب اللي أرسلته أنطوانيت دي موبان موجود فيه You don't know me but I don't want you to fall into the power of the duke. أنت ما تعرفنيش، لكن أوعي تسمحي لمايكل إن هو يسيطر عليك. لا تقبلي أي دعوة، عندما إذا دعاك لأي مكان لا تقبلي، وإذا كنت مضطرة أن تذهبي لا تذهبي بدون حراسة مشددة. ولو كنت مش مصدقاني يعني وري هذا الخطاب، أزهري هذا الخطاب إلى the leader of Britannia. خدت بالكم ما قالتش طبعا هنا إيه، ما قالتش الملك، قالت leader اللي هو مسؤول وقائد روتانيا. فهي حتى تعجبت في ليفيا، بتقول لماذا لم تقل الملك وقالت leader. طبعا ما رضيش يرد عليها عشان ما تعرفش الحقيقة، لكن قال لها you must do as the letter says. قال لها اسمعي كلامها، answering her questions I will order guards to watch you. أنا قال لها من ناحيتي هعين حرس يحرسوك تماما، وانت تعللي. ما لو قال لك مايك قول له معلش أنا مريضة ولن أستطيع أن أذهب إليك. فقالت له طب انت الرأي اللي بعت الخطاب تعرفها؟ قال لها دي صديقة من الأصدقاء، وما تروحيش هناك إلى زندة أبدا. لكن مايكل هيغضب. قال لها مش مشكلة، الناس كل الناس تغضب مش مشكلة، أهم حاجة إنك أنت بخير. قال لها أنا عندي فكرة عن مين هو الحارس اللي هيحرس الأميرة في ليفيا. بسرعة اتجهوا إلى المارشال ستراكنيتش. هذا المارشال اللي هو اللي قابل راسندل لأول مرة، وكان قائد الجيش اللي هو حرس مايكل لغاية القصر. قال هو هذا الشخص الوحيد اللي أثق فيه،
وأن يحرس الأميرة ولا يسمح لأي أحد من رجال مايكل أن يزورها. أنا I told him I was worried about the Duke's ambitions. راح للمارشال وقال له يا مارشال أنا أنت طبعا عارف طموحات مايكل أن هو يريد أن يحصل على الحكم والسلطة. وطبعا هنا لاحظت أنه عمنا المارشال يعني not look surprised, لم يكن مندهشا كأنه يعرف هذا الكلام تماما. قال له أنا يا مارشال هترك المدينة اللي بيتكلم الكلام ده راسندل على أنه الملك, أنا هترك المدينة الفور دايز every evening, في كل مساء, خلي بالك من الشروط واللي أنا أعملها لك, في كل مساء I will send you a message, هبعت لك رسالة. If you don't get a message for a 3 days, لو مر 3 أيام وما وصلكش مني رسالة, you have the authority to say that, لك السلطة المطلقة أن تقول you are now the head of Strelso, إنك أنت رئيس العاصمة, يعني المحافظ بتاع العاصمة, وتمنع طبعا تحمي العاصمة بما فيها من الأميرة ومن العرش ومن كل شيء. بعد الخطوة الثانية لما تقبل أنت تعلن نفسك القائد على هذه البلد, ask the duke to allow you to seize the king, وروح لمايكل وقول له أريد أن أرى الملك. لو قال if he doesn't allow you to seize the king, لو قال لك أنا ما عنديش الملك ما عرفش حاجة عنه, في خلال 24 hours you must seize the king's dead, يعني the king is dead, يعني الملك مات. Then you must, يعني لو انت اعرف ان الملك في اللحظة دي مات, واخبر الناس of Britannia who their new ruler will be, واعلن من هو حاكم البلاد. You do know what who that will be, مين هو اللي هتعلنه ملك للبلاد او قائد لهذه البلاد. قال له Princess Flavia of course he answered. هنا في هذه اللحظة فعلا انتهى الشابتر بتاعنا, شابتر 5, وهنتقابل يعني بعد قليل في ازاي احنا هنحل اسئلة بعد ما بالتفصيل شرحنا شابتر 5 مع حضراتكم. الى ان نلتقي بعد لحظات في نفس الفيديو برضو تاني, عشان مش هينفع نجيبه على فيديو تاني. نترككم طبعا تراجعوا القصة كده بسرعة شديدة وتشوفوا هنحل الأسئلة مع بعض. إلى اللقاء. وصلنا لكم خلاص, أكيد أنتوا ذكرتوا. ونشوف بعد ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم, آدي الأسئلة اللي احنا وعدناكم بيها. السؤال الأول طبعا قبل ما نبدأ تبقى انت عارف احنا هنتعامل مع الاسئلة ازاي. طبعا انا مش هقدر اقول السؤال واستنى 5 دقايق عشان انت تفكر وكده, لا, انت تعامل مع الفيديو انك بعد ما تقرأ السؤال اعمل بوز للفيديو, بوز, وقف الفيديو واقرأ الاجابة, الاجابات الاربعة المالتبلايت شويس, وبعد كده اختار الاجابة في دماغك, وبعدين شغل الفيديو وشوف الاجابة الصحيحة كانت ايه. راسندل was not sorry to say goodbye to, لم يكن آسفا أن يودع من؟ مايكل and his men. راسندل asked himself if he should, يعني سأل نفسه he should buy a present for Flavia, kill Michael and his men at Flavia's house, stopped caring about poor people, tell Flavia the truth about himself. Rasindil wondered whether he was wrong too. يعني هنا بدأ يتساءل هل هو كان مخطئا أنه؟ هل كان مخطئا pretend to be the king, هنا في ذا. Flavia told Rasindel that his life meant a lot of, تعني الكثير بالنسبة لمن. People of Rutania. Before Rasindel left Flavia's house, قبل أن يغادر البيت, the prince asked him, طلبت منه إنه إيه؟ to be careful,
راسندل remembered that Rose said that his brother Robert realized that his position in society brought with تجب أو تحتم عليه what excellent responsibilities. راسندل had always wanted to. راسندل كان دايما بيحب إيه بيريد إيه أن يكون لديه have a quiet life. تمام كويس. الناس اللي سمعت الكلام وذكرت معايا وبتجاوب الإجابات الصحيحة. راسندل suddenly realized how many he now had in Ruritania. أدرك الآن أن عليه تمام responsibilities. راسندل looked so like the king that يعني كان يشبه الملك. so that دي قاعدة so that جدا لدرجة أن no one تمام no one not that he was not the real king لدرجة ان ما فيش حد لاحظ انه ليس الملك الحقيقي. راسندل learned a lot about تعلم الكثير عن تمام excellent how a country is run كيف يدار البلد. Why does Rasendil become good at pretending that he has forgotten rules or people he has met؟ كان بيقع في أخطاء راسندل إن هو طبعا لكن أصبح جيدا إنه يتظاهر أنه نسي الرولز. سؤال ده عايز تفكير شوية. فعلا انه الناس ان لم تلاحظ الناس انه ليس الملك الحقيقي. Looking almost exactly like the king helped Rasendil too. يعني شكله وشبهه بالملك ساعده على انه what earn money take the king's positions الممتلكات stay king forever keep his real identity secret. طبعا ان هو يعني يحافظ على ان هويته تبقى سرا. Rasendil's growing popularity شعبيته المتزايدة with the people of Ruritania was the reason they شعبيته المتزايدة بالناس خلتهم ايه تمام فعلا ينسوا قراراته الخاطئة اللي بيقوم بها من حين الى اخر. How did Sabt know that the king was at the castle of Zinda؟ Sabt تتأكد ازاي ان الملك موجود داخل القلعة. Excellent number A فعلا هي ديس إجابة طويلة لأن رجاله الثلاثة موجودين دائما داخل القلعة والكوبري دائما مرفوع. Why did Rasendil want to go to Zinda؟ عايز يروح زندة ليه؟ أروح فعلا to rescue the king إنقاذ الملك. No one goes into the castle without the permission of. محدش يخش القلعة ولا يطلع إلا بإذن من. تمام. روبرت أور مايكل. Wherever Rasendil goes in the capital. حينما أو حيثما ذهب Rasendil في أي مكان في العاصمة في إيه؟ Excellent. برافو. He is followed by six people. ستة رجال ماشيين وراه.
Sapt has rescinded, followed everywhere. In order to, Sapt can be راقب ويتابع رسندل في كل مكان. ليه؟ إيه السبب؟ Why؟ تمام. Protect him from Michael's men. It would be very useful for Michael F. سوف يكون من مفيد لمايكل لو إيه؟ تمام. Excellent. لو رسندل disappeared. Sapt believed that any one of Michael's men could. كان طبعا مؤمن Sapt ان اي واحد من رجال مايكل يستطيع. Excellent. Kill Rassendyll easily. Rassendyll protested, يعني اعترض against being followed by Sapt's men, saying that he could. رفع قال له لا انت تمشي الناس ورايا ليه؟ انا استطيع. تستطيع what؟ Excellent. Look after himself. Antoinette wrote a letter to Rassendyll in which في داخل هذا الخطاب she asked Rassendyll طلبت منه ايه؟ Excellent. الاجابه في الاول تمام ان هو meet her at the summer house. Antoinette asked Rassendyll to meet her at the summer house. امتى يقابلها؟ متى يقابلها؟ متى يقابلها؟ Excellent. At midnight, في منتصف الليل. Rassendyll suspected that the letter he received from Antoinette was actually written by, اللي كتبه مين, or at least dictated, يعني املاه by him, يعني هو اللي ملى هذا الخطاب املاه على فليفيا. مين ده؟ مين اللي شكوا ان هو كتب الخطاب؟ هو سؤال يعني easy. ديوك مايكل. In her letter to Rassendyll, Antoinette warned him not to and to come alone. الخطاب قالت له لا كذا وتأتي بمفردك. Excellent. لا تظهر هذا الخطاب إلى أحد. When Rassendyll talks to Ditchard at the summer house, what does Ditchard offer him? عرض عليه إيه؟ العرض الأول اللي قلنا عليه تمام الطويلة دي اهو اهي 50,000 English pound and saves journey to the border. Why doesn't Rassendyll accept Ditchard's offer at the summer house? لماذا لم يقبل عرضه؟ تمام اهو he doesn't trust, لا يثق في مين؟ Michael and his men. How does Rassendyll come out of the summer house alive? خرج من هذا البيت على قيد الحياة. How? Excellent. فعلا. هو استخدم الايه؟ الترابيزة او المنضدة الحديدية حميته من الرجال الثلاثة. Rassendyll told Sapt he could come with him to summer house but he must wait. قال له تيجي معايا بس انتظر. فين؟ أو تمام outside the gate to the garden. خليك خارج هذه البوابة. Antoinette admitted, اعترفت that she had written the letter at order. يعني كتبت الخطاب بناء على أمر من؟ فعلا مايكلز. Sapt believed that Antoinette could be, يعني أنتوانيت دي ممكن أن تكون بالنسبة لنا if she has information about Michael. تكون إيه هذه السيدة؟ فعلا useful.
Rassender said that he believed Antoinette and threatened to if he didn't go to the summer house. هدد لو ما رحتش هعمل ايه؟ خلاص go back to England, ارجع بلدنا تاني. Sat said that Antoinette came to Ruritania with her servant. يعني أنطوانيت دخلت البلد على أنها هي والخدم بتوعها على أنها what? Excellent. As a guest of Duke Michael. Rassendyll believed that every day they left the king imprisoned. كل يوم يعدي وهو الملك مسجون. تمام. There was more danger. هيكون خطر بالنسبة للملك. Sat understood when he could tell Rassendyll. فهم متى يمكنه أن يخبر Rassendyll. And when he couldn't. إمتى يقول له ومتى لا يقول. تمام. What to do. أن يملي عليه ما يفعل. Michael plans to kill Rassendyll. Michael يخطط أن يقتل Rassendyll and kill the real king. ويعمل إيه الاثنين تانيين؟ الرست هيقبض على مين في دول؟ ها؟ مين اللي خايف منهم؟ فعلا الرست Sat and Fritz. At the summer house, Rassendyll ran out of the door, holding متسلقا what? Holding يعني ماسكا حاملا في يده what? To protect him. إيه اللي حما؟ تمام. An iron tail. Richard is wounded. جريح. By Rassendyll's bullet. الرصاصة جت فين؟ In the arm. تمام. At the pole, Rassendyll is about to tell the princess that كان على وشك في الحفلة أن يخبر الأميرة أنه Excellent. He is not the real king. أنه ليس الملك الحقيقي. Both Rassendyll and Antoinette advised Flavia. الاثنين قدموا نصيحة للأميرة إن هي Excellent. Not to accept. لا تقبلي Michael's invitation to visit Zinta. احنا كده وصلنا لنصف الأسئلة. When Antoinette was asked why she was helping Rassendyll, انت بتساعدينا ليه؟ ليه بتساعدينا؟ She said that she تمام. قلنا الإجابة اللي أنا مش متوقع يعني مش داخلة دماغي اللي هي didn't like to see people being killed. ما بتحبش تشوف الناس مقتولة. Antoinette told Rassendyll that he the capital. قالت له أنه فعلا was never safe. أنه لن يكون بأمان في العاصمة. Why have they prepared a ball for the princess? عملوا الحفلة الراقصة دي ليه؟ المشكلة. تمام. فعلا so that Trust can ask the prince to marry him. يطلب منها الزواج. Antoinette will tell Michael that Rassendyll. هتخبر لما طبعا بعد ما تمشي انت يا Rassendyll هيجي رجال مايكل هبلغه ان ها ان حضرتك ايه
أيوة never came to the summer house. إنك ما جيتش خالص. راسندل asked Antoinette if she knew where the real king was in the castle. But she couldn't complete her answer. ما كملتش إجابتها. ما كملتش الرد. تمام. مايكل زمن الرايفد لأن رجاله قد وصلوا. Antoinette told Rassendyll that if she was never alone in Streltsow. Antoinette told Rassendyll that if he was ever alone in استرلسو لو مشيت في العاصمة لوحدك هي تمام he would die. راسندل did short while escaping from the summer house. عمل ايه لديت شورت؟ تمام شوت أطلق عليه النار. In the report from the chief of police اللي هو قلنا مدير الأمن, it was mentioned that Michael كان بيعمل إيه, followed by three of his six men, وراه ثلاثة من رجال. أوعى تقول left الروتاني اللي هو يعني ساب البلد ومشي, لا ده هو بسرعة إلى قلعته. left the capital for Zenda to make the people of Streltsow happy, عشان نبسط الناس. A poll was prepared by Fred's so that people would think that the king اللي هو راسندل wanted to, عشان يعني يعرفوا إنه الملك يريد أن فعلا marry the princess. After Rassendyll left the summer house, he heard more shots, but realized that were being fired by Sapp, who was trying to. في اللحظة دي كان بيحاول إن هو يعمل إيه؟ Get into the gate. عايز يخش من البوابة لينقذه, لكن طبعاً Rassendyll منعه. Rassendyll said it wouldn't be fair to. ليس من العدل أن ask the princess تمام to marry him, أن يطلب منها الزواج وهو ليس الشخص الذي تظنه. Flavia was pleased for the king اللي هو Rassendyll because he had been king for a few weeks and everyone said, والناس كلهم يقولون عنه. هتلاحظ هنا في ناس لم تكمل السؤال اتجهت ناحية letter B, لكن letter B he had done a very bad job. Bad job, لكن الإجابة هتبقى he had done a very good job. لازم نقرأ السؤال حتى نهايته. Rassendyll tells the princess that when he was younger he thought he هو صغير. طبعا هو هنا كان بيتحدث راسندل نسي نفسه, نسي ان هو الملك وبيتحدث على انه راسندل, ولا عندما كنت صغيرا انا دايما كنت يعني اعتقد ان هو ايوه he didn't need to worry about society, يعني ما كانش يهتم ولا يقلق بش المجتمع, الاهتمام بالمجتمع كان مهمة شخص اخر. راسندل choose to guard the princess because he trust him. اختار مين لحماية الملك, لحماية الأميرة. فليرر طبعا عارفينه اللي هو فليرر ده لسه الخادم, ولا فريدز ولا سابت ولا ذا مارشال. طبعا يا بسهلة راسندل ordered the مارشال, أمر المارشال يعمل إيه للبرنسس فليفيا, برنسس فليفيا, and not allow Michael or his men near her. لا يسمح لهم أن يقتربوا منها. ها؟ يطلب منه هو أيوة to guard أن يحرسها.
Rassendyll tells the marshal that he was leaving the capital for a few days and that he قال له انا همشي وانا مش موجود هعمل شيء. ايه اللي قال له انا هعمله وانا مش موجود هيوصل لك؟ would send him a message every evening, would send him an email every evening. طبعا ما كانش لسه الايميلات ظهرت, فكان هيرسل له ايه؟ رسالة. if the marshal doesn't get a message for 3 days, 3 ايام مروا بدون ان تصل اليك رسالة, he has authority, قال له لك السلطة الان ان حضرتك ايوه تمام to be the head of Strelso. The marshal must ask the duke, قال له وبعدين تروح للديوك اللي هو مايكل وتطلب منه ايه؟ فعلا allow him to see the king. If the marshal doesn't see the king in 24 hours, he must say that. لو ما شفتش الملك خلال 24 ساعة, في اللحظة دي لك أن تعلن أن, طبعا easy question, the king is dead, أن الملك مات. If the real king is dead, the marshal must help Princess Flavia too, لابد أن يساعدها أن هي تساعد فليفيا أنها تصبح, أهي سهلتها لك تمام, the queen of Lusitania, أن تصبح الملكة. When Rassendyll told the marshal that he worried about the dukes, قال له أنا شايل هم, the marshal didn't look surprised, لما أخبره عن إيه ما كانش مندهش, كأنه كان على علم بذلك. طبعا كان عنده الإيه اللي هي الأمبيشنز اللي هي طموحات مايكل, طموحاته اللي هي المقصود بها اللي هو إن هو يتطلع أن يصبح الملك ويتزوج الأميرة. The princess was very surprised when Rassendyll told her that he didn't need to worry about society when he was younger, as he thought. يعني لها أنا ما كنتش بشيل هم البلد أنا صغير, لأن كنت أعتقد إنه هذا فعلا that was someone's else job, دي وظيفة شخص آخر مش وظيفتي أنا. Rassendyll was about to tell Flavia that he was not the real king when Sabt appeared suddenly and said that, طلع له سبت كده فجأة وأخبره أن someone wanted to kill Rassendyll, someone wanted to see Rassendyll, Flavia was working with Michael, Michael had died. قال له تعالى في ناس مهمين عايزين يقابلوك, كان بيكلمه طبعا على انه الملك امام الناس, لكن هو عارف انه هو راسندل. When Sapt's face appeared as the French window, Rassendyll could tell from his eyes that he was, لما بص في عينين سابت عرف ان سابت في اللحظة دي كان ايه, what, excellent, كان angry. After the ball, بعد الحفلة الراقصة, Rassendyll realized that he had gone too far too, يعني أدرك أنه صار في هذه اللعبة إلى مسافة خلي بال حضراتكم too far too, جدا لدرجة لا يمكن خلي بالكم استخدم قاعدة هنا مش سوزاتنا, قاعدة too اللي هي جدا لدرجة لا يمكن, طبعا go back أن يتراجع. If Rassendyll told anyone who he really was, they would think he was, لو قال للناس أنا Rassendyll مش الملك, الناس كلها تعتقد إنه هو what, yeah, mad, مجنون.
Rassendyll told Sapp that he could even arrange for the Duke and to be killed. قال له أنا ممكن ها أرتب أخلص على مايكل وعلى مين معه وأصبح أنا الملك. أخلص على مين كمان مع عمنا مايكل ده؟ هيخلص على مين؟ هيخلص على أيوة زاريا الكينج الملك الحقيقي. Rassendyll believed that pretending to be the king wasn't fair for the people of Mauritania and for يعني هذا ليس عدلا بالنسبة لشعب الروريتانيا and اللي هي مين دخلة معاه كمان أيوة the princess وهي الأميرة. In her letter to Flavia, Antoinette advised her not to go anywhere without many. نصحتها لا يا أميرة لا تذهبي لأي مكان دون أن يكون معك what أيوة guards حراس. Rassendyll wanted Flavia to be safe so he didn't mind. يعني هنا Rassendyll كان يريد من فليفيا أن تبقى آمنة لذلك لم يمانع. تمام يعني ما همهوش ان هو making مايكل angry يزعل مايكل يزعل يروح في داهية مش مشكلة أهم حاجة الأميرة تكون في أمان. What did Rassendyll use to scare from Michael's men as a summer house؟ يمكن السؤال ده يعني شوية عد علينا أجبناه خطأ. إن هو استخدم إيه عشان يخرج من المنزل الصيفي؟ فعلا اللي هي اللادر السلم. The report of a chief of the chief of police mentioned that Ditchard بلغهم إن ديتشر حصل له إيه. So Rassendyll knew that he was injured by his ها اخبر انه هو had a bandage around his arm في ضمادة يعني لفين شاش حوالين ايده. According to Sapp طبقا لرأي Sapp the three biggest criminals in Mauritania are اخطر ثلاث رجال واخطر ثلاث مجرمين بالنسبة من رجال مايكل كان اللي هم مين الثلاث اسماء من واحد فيهم بس انت هتعرف على طول أيوة لونغرام كارفستين أند روبرت. أنتوانيت told Rassendyll that if he showed her letter to anyone this would قالت له الخطاب بتاعي لو حد شافه هذا فعلا put her in great danger. When Rassendyll he realized that Rose was right when she said that a position in society brought with it responsibility. Went to Paris, saw Flavia, became king, met Antoinette. امتى ادرك Rassendyll انه كلام روز صحيح؟ فعلا عندما اصبح ملكا عرف انه كلامها كلام فعلا ان كل انسان لما يكون مكانته الاجتماعيه بتحتم عليه بعض المسؤوليات. People say that Antoinette had a great argument with Michael تجادلت مع مايكل and now she is staying تبقى في مكان حدش يعرف somewhere in stress. If Rassendyll was killed at summer house would be arrested for murdering him. يعني لو Rassendyll قتل مين اللي هيقبض عليه ويتهم بالسرقة؟ اثنين اللي هم مين؟ فعلا Sapp and Fritz. As the castle of Zinda it was not normal that يعني ما كانش شيء طبيعي في القلعة انه فعلا انه دائما غير عادة ان الكوبري بتاعهم the drawbridge was nearly always kept up دائما مغلق الكوبري ومرفوع. Flavia pretended that so that she wouldn't accept Michael's invitation to go to Zinda بدأت تتظاهر Flavia انها ايه علشان لا تقبل الدعوة وتذهب الى زندا عند مايكل اللي هي قالت لهم ان هي ايه فعلا she was ill انها
مريضة. The last one, رودولف, طبعا رودولف راسندل looked up and while he was talking with the princess, because the face of Sabt suddenly appeared as a French window. يعني أول ما ظهر وجه سابت عمل إيه راسندل؟ start running, جري, fell and ها أيوة فعلا زي ما أنت قلت كده فعلا unconscious, fell to the ground or jumped with fright. فعلا jumped with fright, قفز من الخوف. يعني احنا حاولنا باختصار شديد انه نذكر 80 فكرة على مدار الاسئلة اللي احنا حليناها. طبعا في نوع تاني من الاسئلة فمش هينفع نتعامل معاه, لكن انتوا حضراتكم في التعليقات حاول انك انت تحل اي سؤال وابعته في الكومنت, احنا ممكن نرد عليك فيه ان شاء الرحمن. في النهاية اشكركم, طبعا الفيديو طويل لكن زي ما انتوا عارفين اعلى درجة عندنا في الامتحان درجة القصة, علشان كده النوفل دي احنا محتاجين نذاكرها كويس. يعني ابعتونا لو كان الشرح بالطريقة دي يعجبكم ومبسوطين منه ابعتونا علشان نعمل شابتر 6, ولو عندكم اي ملاحظات بلغونا بيها. وكالعادة احنا طبعا ما كان من خير فمن الله وما كان من خطأ فمني أو من الشيطان, وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألقاكم على خير, عايزين إن شاء الرحمن نخلص من شابتر 6 وبعد كده نبدأ نراجع الوحدات بتاعة الترم الثاني. يمكن الترم الأول أخذ حقه في المراجعة, لكن يعني يونت 10 و 11 و 12 و 13 و 14 دول وحدات يعني هنحاول نحل عليهم امتحانات أو نشرح حسب ما يتراءى لحضراتكم. ألقاكم على خير إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.